السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا أصدقائي صديقاتي متتبعينا الكرام والكريمات بعد أن تعرفنا في الفيديوهات السابقة عن تدبير حصص استماع والتحدث ومنهجية تدبير حصص القراءة ومنهجية تدبير حصص الكتابة مكونات الكتابة من إملاء تعبير كتابية تطبيقات كتابية مشروع الوحدة نتعرف في هذا الفيديو عن تدبير حصص أسبوع التقويم والدعب طريقة توزيع الحصص والأنشطة بالنسبة لوحدة اللغة العربية الخاصة بالمستوى الثالث إذن الأسابيع الأربعة الأولى من الوحدة تخصص لبناء التعلمات بينما الأسبوع الخامس يخصص لتقويم ودعم الأسابيع الأربعة أو الوحدة إذن موضوعنا اليوم هو الأسبوع الخامس كما قلنا وهو منهجية تدبير حصص أسبوع التقويم والدعم. في وحدة اللغة العربية للمستوى الثالث ما هي الحصص وما هو تسلسل وترتيب هذه الحصص والأنشطة الخاصة بكل حصة ننطلق إذا للتعرف عليها من خلال هذا الفيديو إذا تدبير حصص أسبوع التقويم والدعم طريقة توزيع الحصص والأنشطة الخاصة بكل حصة إذا تعرف حصص ماده اللغه العربيه خلال الاسبوع الخامس للوحده توزيعا وتسلسلا مغايرين لما عليه الحال في كل اسبوع من اسابيع تقديم وبناء التعلمات خلال الاسابيع الاربعه الاولى من الوحده ويفرض ذلك خصوصيه اهداف الاسبوع الختامي وهو الاسبوع الخامس هو الاسبوع الختامي للوحده اذا كانت الحصص الاسبوعيه للغه العربيه في كل اسبوع لبناء التعلمات تتوزع بين الاستماع والتحدث خمس حصص والقراءة خمس حصص والكتابة أربعة حصص وتعرف إيقاعا معينا قوامه التناوب من حيث التسلسل بين هذه المكونات الثلاثة فإن حصص أسبوع تقويم الدعم التقويم والدعم تتوزع بين التقويم سبع حصص الدعم خمس حصص النصين السماعيين حصتان ويتم هذا كله وفق التسلسل التالي نتعرف عليه من خلال الجدول الآتي إذا عند احتساب عند حساب عدد الحصص بالنسبة لمكون اللغة العربية في الأسبوع الخامس نجد اربعة عشر حصة سبع حصص للتقويم وخمس حصص لعام اثنا عشر وحصة للنص السماعي سمعيا هي اربعة عشر إذا مكون وحدة اللغة العربية خلال أسبوع الدعم يتكون من 14 حصه اذا نتعرف عن التسلسل تسلسل هذه الحصص من خلال الجدول التالي اذا جدول توزيع حصص اسبوع التقويم والدعم الاسبوع الخامس قلنا هناك 14 حصه وتتوزع على الشكل التالي الايام الحصص الانشطه اذا اليوم الاول حصه الحصة الأولى تقويم فهم المسموع الحصة الثانية تقويم القراءة الطلاقة اليوم الثاني ثلاث حصص الحصة الثالثة تقويم القراءة الطلاقة الحصة الرابعة تقويم القراءة المفردات والفهم الحصة الخامسة تقويم القراءة الظواهر اللغوية اليوم الثالث من الأسبوع الخامس ثلاث حصص كذلك الحصة السادسة تقويم الكتابة الإملاء الحصه السابعه تقويم الكتابه التعبير الكتابي والحصه الثامنه دعم القراءه اليوم الرابع ثلاث حصص كذلك الحصه التاسعه دعم القراءه الحصه العاشره دعم القراءه الحصه الحادية عشرة النص السماعي الاول اليوم الخامس والاخير من الاسبوع ثلاثه حصص ثلاث حصص الحصة الثانية عشرة دعم الكتابة الإملاء الحصة الثالثة عشرة دعم الكتابة التعبير الكتابي والحصة الرابعة عشرة النص السماعي الثاني إذن هذا هو توزيع حصص أسبوع التقويم التقويم والدعم خلال الأسبوع الخامس من الوحدة يتم عبر تسلسل الحصصي التالي كما هو مبين في الجدول وكل حصة وأنشطته الخاصة الحصص السابعة السبعة الأولى تخصص للتقويم ثم الحصص السبعة الأخرى تخصص خمس حصص للدعم وحصتان للنصاني السماعياني يعني النص سماعي الأول خلال الحصة الحية عشرة والنص السماعي الثاني خلال الحصة الأخيرة وهي الرابعة عشرة أي خلال اليوم الخميس إذن هذا كل ما يخص تدبير حصص أسبوع التقويم والدعم من الوحدة وهي وهو الأسبوع الخامس من كل وحدة شكرا على حسن المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء في فيديو وموضوع قادم بحول الله لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة